متابعينا ابو كبير ميديا في كل مكان، بنرحب بيكم سعاد سلطان من محافظة البحيرة مدينة دمنهور، تحديدا قرية من قرى مركز دمنهور. احنا النهاردة معانا مشكلة بين اهالي على قطعة ارض. طبعا انا كده موجودة في منزلهم، والمنزل ده موجود اهو زي ما حضراتكم شايفين، ودي الارض بتاعتهم اللي عليها مشاكل، بتاعت جارهم اللي بيبيعها اللي عليها المشاكل ما بين الجيران. الارض دي طبعا زي ما انتم شايفين هي قريبة جدا من منزل الناس اللي هم بينهم وبين بعض مشاكل. هنسمع دلوقتي لان راح ضحيتها احد الشباب للأسف عينيه اتصفت، هنسمع منه. بنرحب بيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيه. اهلا وسهلا يا فندم. عرفنا بنفسك واحكي لنا ايه الموضوع. انا حماده محمد عبد الله سعفان من قريه زغلول. انا شغال سواق، تمام، وزي ما انتم شايفين بيتي في قلب الجنينه اللي هي عليها المشكله. فطبعا لما حصلت المشكله انا عينيا اتصفت. ايه هي المشكله؟ عرف الساده المتابعين ايه هي المشكله. المشكله ان الارض ديت عليها مشكله، احنا دافعين احنا صاحبها بيبيع الارض ديت، واحنا اتفقنا معاه ان احنا نشتري الارض ديت. وده دي زي ما احنا شفناها ان هي فاتحه ببيتك انت. تمام. واحنا دافعين عربونها 1,000,000 جنيه، واخدنا ميعاد من الراجل ده 5/3 اللي هو صاحب الارض، اللي هو 5/3 اللي عدى ده، بحيث ان احنا نجهز فلوسنا قبل بيت فلوسنا قبل الميعاد ما يجي. كان بيع الارض لناس تانية. يعني انت دفعت لصاحب الارض مليون جنيه عربون. باع الارض قبل الميعاد بتاعنا ما نجهز فلوسنا. رحنا له وقلنا له ازاي انت بتبيع الارض مثلا قبل ميعادنا ما يجي؟ قال انتم ايه، انا الارض زادت في الفلوس وبتاع. فاحنا قلنا له احنا بنشتري من يرضي الله. قال لك لا انا خلاص بحت. فروحنا الناس اللي هي شاريه، قال لك لا احنا اشترينا خلاص، واحنا شارينا الارض دي بمشاكلها. والناس ديت خلقت معانا مشكله او عملت معانا مشكله بدون مشكله. ايه اللي وصل عينيك للمرحله دي؟ انا شايفه عينيك اتصفت نهائي. تمام، اتصفت نهائي يا فندم. اللي حصل كده ان حصل الناس دي عملت لنا مشكله بدون مشكله، علشان وجاب بندقيه خرطوش اللي هي الخمسه وضربني بقى في الوش كده على طول، انا وابن عمي. ورحت المستشفى قالوا لي عينك خلاص اتصفت. في اصابات تانية غيرك؟ انا وابن عمي وفي حد تاني بس سطحية. وفين الطرف التاني الموجود؟ في العمليات، بيعمل عملية حالية. ده ابن عمك؟ اسكندرية. ده نتيجة لايه بقى؟ ضرب النار؟ دي نتيجة لضرب النار. وحضرتك الجنينة فرحنا طول الليل ضرب نار، ما بنعرفوش ننام لحنا واحنا لحد امبارح. الموضوع ده بقى له قد ايه؟ من يوم بقاله اسبوع و10 ايام بالظبط. اسبوع وانتم بنفس الموضوع؟ نفس المشاكل ولا اكتر من 20 يوم؟ 20 يوم بالظبط. 20 يوم بالظبط، تمام. وكل يوم ضرب نار، وفي الجنينه انت شايف حضرتك المساحه 20 فدان يضربوا نار ويستخبوا في الجنينه، وفي اطفال لا بنعرفوا ننام ولا بنعرفوا. موقف قانوني انتم اتخذتوه؟ طبعا حضرتك عملنا محضر وركب المحضر معانا وبعتنا فاكسات، استغاثنا بفاكسات وزارة الداخلية ومدير الأمن لسبع جهات مسؤولين. احنا بنطلب اللي احنا بنقعد مع صاحب الأرض، والأرض دي مش هينفع حد ينزل فيها أو حد يجي في بيوتنا، مش في بيوتنا، في بيوتنا. مفيش حد غريب ينزل بيتك فعلا؟ طبعا، وهو ده اللي احنا عايزينه. وهنشتري بفلوسنا وما نبطجوش. طيب عرفنا بنفسك. اتفضل. ماشي. عبد الله اسماعيل عبد الله سحفان. أهلا بيك. يا مرحبا أستاذ. ابن عم المجنى عليه. حضرتك الارض ديت فريح ارضنا وفريح بيوتنا، وحضرتك احنا اشتريناها وقعدنا مع الراجل ودفعنا 1,000,000 جنيه عربون، تمام، وعطانا فرصه حضرتك لخمسه ثلاثه نجهزوا فلوسنا. خمسه ثلاثه 2024. جينا قبل الميعاد بشهر علمنا ان الراجل باع الارض للناس من بلد تاني. يبقى يعني كمان باع الارض الناس غريبه عن البلد كلها؟ ده من بلد تانية خالص حضرتك، بيننا وبينهم من مجلس قريه تاني. احنا مجلس قريه جرطصه وده مجلس قريه ديسونس. تمام. يبقى شايعنا الناس يا جماعه انتوا ازاي تعدوا علينا من غير تشتروا من غير ما تجوني؟ قالوا احنا اشترينا وما انت ازاي بتبيع الارض واحنا ايه تقعد معاني؟ قالوا ما بنقعدش مع حد، انتوا روحوا خلصوا على بعض.
ده كل الري بتاع طنطا. مين اللي قال لك كده؟ اللي هو محمد صاحب الارض قال لك ما بنقعدش مع بعض وخلصوا على بعض. يعني هو صاحب الارض خد منكم عربون مليون جنيه وبعد كده باع الارض لحد تاني. وطالما نقعد لما انتوا رحتوا له قلت له انا مش قال لكم ايه؟ ايه خلصوا على بعض. خلصوا احنا طلبنا نقعدوا مع حضرتك رفض. رحنا لابن اخوه. فين الفلوس اللي انتوا دفعتوها دي؟ بقول ما خدتش. ازاي؟ اهو بقول ما خدتش. رحنا لابن اخوه حضرتك عيد ومجلس الشورى. قعدنا مع عمك قال هو قال بقى خلاص. طب ازاي يا عم يقعد معانا؟ قال ما خدتش. قلت له طب يحلف على المصحف انه ما خد مننا مليون جنيه عربون يا عم ومش لو حلف على المصحف انه ما خدش مننا مليون جنيه عربون الارض دي يا عم يبقى احنا ربنا يعوض علينا. وده بقى حضرتك لا عارفين نقابله ولا نقعده معاه. والراجل قاعد في طنطا وسابنا حضرتك هنا البلطجيه. وده بالك وراح ابن عم يحرث الارض طلع الجرار ما تحرثش احرث ما احرثش. وده بالك حضرتك جه الواد طالع بالبلطجي ده بالبندقيه ضارب فيهم بالنار وكانت النتيجه تصفى عينه وعينه اتصفت والتاني عينيه الاثنين. النهارده ما حد بيدور عليه. وده بقى حضرتك النهارده ما حد بيدور عليه. النهارده هو موجود ما بس هربان في الجنينه. يا ما راحش تيجي نقول لهم يا جماعه في الجنينه نقول لهم ما عندناش امر ينزلوا الجنينه. وده بقى حضرتك مين اللي بيقول ما عندناش امر؟ المخبرين اللي بيجوا هنا. طب انزلوا هاتوا الواد من الجنينه يا جماعه. الواد بيضرب علينا نار بالليل وجايب بلطجيه يقول لك لا ما عندناش امر ننزل الجنينه. ما عنده حاجه تثبت ان هو بيضرب عليكم نار بالليل؟ معانا فيديو. لا الفيديو بتاع ساعه الضرب. معانا فيديو حضرتك اثناء الضرب. فيديو متصور حضرتك اثناء المشكله فيديو متصور وهو بيضرب نار. بالله عم نسمع الصوت بس جابوا العنيه في الوقت دي وحضرتك وهو بيضرب معانا فيديو وهو بيضرب. الفيديو ده اتقدم للنيابه وتقدم اتقدم للنيابه وتقدم للحكومه والدنيا تمام ولا دي النتيجه حضرتك. عينين عيال عمي اتصفت ومحدش عمل لنا حاجه وبنطالبوا العالم بالقعده مش عايزين يقعدوا معانا القعده الوصيه. عنده شاب اهو فقد بصره تمام التاني في العمليات تمام بتطالبوا بايه؟ لو المسؤول دلوقتي سامعكم انتوا بتطالبوا بايه؟ احنا بنطالبوا بالقانون حضرتك. القانون احنا بنطالبوا احنا بلد قانون. يعني احنا دلوقتي علشان نحل المشكله ما بين الاطراف واكتر من كده مش عايزين خسائر. يعني كفايه ان واحد عينيه اتصفت والتاني في العنايه المركزه بس حضرتك مش عايزين احنا مشاكل تاني. احنا عايزين عينينا اللي ضاعت ديت وحقنا في ارض وحقنا نقعدوا مع الراجل اللي باع الارض بعد ما باع لنا. الراجل ده منين بقى؟ من طنطا. وده بقى حضرتك ده اللي كله طلبنا. انما احنا مش بتوع مشاكل ولا عايزين مشاكل. احنا عيننا منصابه وحضرتك مش عارفين نقعد في بيوتنا من ضرب النار بالليل. طب حضرتك دلوقتي بتوجه رسالتك لمين؟ انا بنناشد السيد مدير الامن وبنناشد وزير الداخليه حضرتك وبنناشد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. واحنا تبع احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا متبهدلين يا ريس متبهدلين واحنا معناش حد غير ربنا. الراجل اللي هو باع الارض ده حضرتك جوز بنته ظابط وابن عمه مستشار واحنا مش عارفين ناخدوا حقنا حضرتك. احنا مجني علينا بنروح المركز حضرتك بنروح اي حته احنا اللي بنتبهدل واحنا المجني علينا حضرتك. وفاحنا بننزل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا متبهدلين يا ريس. واحنا مالناش غير حق غير ربنا وانت حضرتك. احنا ما قدامناش غير انت يا سيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والسيد مدير امن البحيري والسيد مدير امن الغربيه. ما احناش عارفين نروح فين يا استاذي. احنا مش عارفين نقعد في بيوتنا مش عارفين نقعد في بيوت. انا راجل سواق كنت مسؤول مني 3 بيوت. حاليا اصبح ما عنديش شغلانه. قعدت والبيوت زي ما انت الدنيا غاليه والعيشه غاليه يا ريس. واحنا ما عادش عارفين نصرفه على بيوتنا ولا على اولادنا. يعني انتوا كل طلباتكم ان الارض دي تتحل بالعرف وتتحل بالعرف. العرف طبعا لو العرف قال مالكوش مالناش. احنا دافعين عربون عايزين نقعدوا مع الراجل. قال ما بنقعدش مع حد وروح خلصوا على بعض. لو قلنا نقعدوا طب يحلف على المصحف انه ما خد مننا مليون. لو حلف قدام الناس على المصحف انه ما خد مننا مليون جنيه عربون الارض يعوض علينا ربنا. متابعينا زي ما حضراتكم شايفين خبراء عائله كامله وخبراء البلد زي ما حضراتكم شايفين اهوت. يعني هم دلوقتي
بيستغيثوا ان هم عايزين حقهم بالقانون مش اكتر، يعني بيقول لك احنا عايزين حقنا بالقانون مش اكتر. الراجل اللي ضرب نار ايا كان هو مين انا مش عارفاه، ولكن هو يعني حق الراجل اللي عينيه طارت ده حقه ان هو يجي على الاقل يعني وياخد حق. ولسه في طرف تاني في العنايه المركزه يعالم عليه وبرده عينيه اتصفت وبرده هو تعبان جدا. كلمه اخيره بتوجهها للمسؤولين بقى. احنا هنحكي لك المشوار من الارض ديت، احنا دافعين عربونها مليون جنيه. هو انحكى الحاج عبد الله؟ لا ما دافعين عربونها مليون جنيه، وزي ما انت شايف حضرتك بيوتنا فاتحه فيه، ورحنا للراجل محمود ابو حسين ده وعشان نقعدوا معاه، بيقول لك انا من نقعد صاحب الارض تمام ان احنا عايزين نقعدوا مع حضرتك، واخد بالك انت بقول لك انا ما بنقعدش، انا بعت الارض بمشاكلها. وزي ما انتوا يعني ايه باع الارض بمشاكلها؟ يعني جايب ناس فيها، واخد بالك انت، بيقولوا احنا هنشتروها بمشاكلها، هنقتله ونعمله فيها اللي احنا عايزين نعمله. ما احنا هنيموا لك الناس دي من المغرب، هنيموا الناس دي من المغرب. الاستغاثات دي موجهه لمين؟ الاستغاثات دي لمدير امن البحيره والسيد وزير الداخليه. و انت ممكن حضرتك تقدم ولا لسه تتقدم؟ ده اتقدمت من زمان دي مبعوثه. فاحنا عاوزين نقعدوا معاه رسمي وقانوني، لان احنا بلد قانون وعاوزين ننفذ القانون بس، ما احناش عاوزين اكتر من كده، احنا عاوزين ننفذ القانون بس، وان احنا بلد قانون ونحس برضو ان احنا في امان. وما طبعا احنا واثقين في قضاء مصر العادل، واثقين فعلا في الشرطه، وعارفين ان هي دايما بتقف معانا، وان شاء الله باذن الله مش هتمر مرور الكرام، وكل واحد ليه حق باذن الله. يا متابعينا نشكركم على حسن استماعكم، وانتظرونا في لايف جديد.